نظمت محافظة العاصمة وأمانة العاصمة احتفالا جماهيريا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقال معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة في كلمة له خلال الاحتفالية: إن تنظيم هذا الاحتفال الوطني يأتي في إطار تبني المبادرات والفعاليات التي تسهم في ترسيخ الحس الوطني لدى جميع من يعيش على أرض مملكة البحرين، بما يعكس لوحة جميلة تترجم ارقى مشاعر الانتماء الوطني والاعتزاز بكافه المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكه. وشد معالي المحافظ بدعم ومسانده الجهات الحكوميه والخاصه تعزيزا لدورها الوطني للشراكه المجتمعيه بما يتناسب مع خططها الطموحه في خدمه المجتمع. وضمن الاحتفال الجماهيري الذي اقامته محافظه العاصمه وامانه العاصمه وشهد حضورا جماهيريا كبيرا زاد سماء المنامة بعروض طائرات الدرون الضوئية التي رسمت مجموعة من الشعارات الوطنية والكلمات التي عبرت عن حب الوطن وقدمت أداء فنيا مميزا في سماء منطقة خليج البحرين وصاحب الطائرات عروض الليزر التي أبرزت جمالية اللوحات الفنية كما قدمت فرقة الأمن العام الموسيقية لوزارة الداخلية عرضا للجماهير الحاضرة أرفع أسماء تهاني وتبركات لجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله بهذه المناسبة الطيبة يعني اليوم محافظة العاصمة شاركت من ضمن الاحتفالات العديدة التي تشهدها مملكة البحرين خلال, خلال الاحتفالات بعيادة الوطنية المجيدة أتمنى أن يعني قدمنا شيء جديد شيء مميز دائما نسعى نقدم شيء يكون يعني في رضا المشاهدين وكل الراغبين بالحضور شخصيا للمشاهده فاتمنى ان تكون الفعاليه مناسبه وكل تمنياتنا بكل الخير للبحرين ان شاء الله طبعا هذه المناسبه مناسبه سعيده على الكل ونحن يعني في مجلس امانه العاصمه من اعضاء ومنتسبين نهنئ القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة السعيدة هذا الله علينا بالخير والصحة والسلام ونحن يعني مملكة مملكة التعايش والسلام والإزدهار وتطور إن شاء الله والنمو إلى الجميع.